ما ينفعش حضرتك تكون معانا يا سيادة العميد وما اسألكش عن من المحتمل أن يتم فتح باب الأندية وعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة على حسب طبعا رؤية مجلس الوزراء خلال الفترة اللي جاية. كيف استعد النادي الأهلي لهذا الموضوع، خصوصا أن الناس فاكرة أن ثلاث شهور الناس قاعدة يعني قاعدين بقى مريحين في المكاتب والدنيا فيش صيانات، فقول لنا إيه اللي حصل؟ الحمد لله رب العالمين، مفيش حاجه اسمها مريحين. احنا من اول يوم المطر والظروف الجو لغايه وقتنا هذا. كويس اللي انت حضرتك طبعا سالتني السؤال ده، لان لازم انا اوجه الشكر لكل المديرين الزملاء وكل العاملين في النادي الاهلي، واقول لاعضاء الجمعيه العموميه العاملين في النادي الاهلي والساده المديرين الزملاء الفريق العمل اللي بيشتغل وعلى راسهم ده في الوقت الحالي انا شرف ليا طبعا، بنبذل اقصى جهد و في فارغ الصبر اللي انتوا ترجعوا تاني. العمل لم يتوقف ليوم واحد، اعمال الصيانه شغاله الحمد لله رب العالمين بصوره مستمره، ويمكن احنا برضو من ضمن المفات اللي احنا نجحنا اللي احنا نخلي 75% من تنفيذ اعمال الصيانه ذاتي النادي الاهلي، وده في حد ذاته الحمد لله رب العالمين كان نجاح. فانا بشكر واوجه لهم كل الشكر واقول لهم ربنا يعينكم وخلي بالكم من نفسكم في هذه الظروف لغايه ما ربنا يعدي علينا. ولكن تعالى النهارده نرجع تاني بقى للسؤال اللي انت سالته. النهارده النادي الاهلي زي ما انا قلت برضو يعني ايه عمل مؤسسي، يعني رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارته بيقول في ظروف احتمال وكلنا بنتمنى عوده النشاط وعايزين وعوده الاعضاء، انتوا جاهزين لاستقبال رئيس النادي يوميا او بصفه مستمره لو هتلاقوه بيطلع دايما في الشيخ زايد، بيطلع دايما في نصر، بيبقى موجود في الجزيره بيشوف الاعمال السنه شكلها عامل ازاي. سؤال يسالوه لك وانت ماشي انتوا جاهزين، بعد بيجي فجأة ولا لا؟ ما هو مش مع كابتن محمود الخطيب مش ولا هتنام ولا هتعرف، هو بيجي فجأة وبيشوف ويلف بنفسه خلاص ويسمع ويشوف القصة دي كلها. فده يجي يقول لك انتوا جاهزين تفتحوا، اقول له في اي وقت على مستوى ثلاث فروع، يروح الشيخ زايد لا يروح مدينة نصر يروح تروح، فهو ده النادي الاهلي. فاحنا جاهزين النهارده نفتح، بس هو جه النهارده يا جماعه انتوا ايه طلباتكم؟ ده النادي الاهلي بقى عايز حاجه، هنتكلم في النشاط الرياضي لازم تسمع مدير النشاط الرياضي، صح؟ عايز حاجه في القانون لازم تسمع اللجنه القانونيه، عايز حاجه تسمع النهارده الكورونا دي عوده الجماهير والحياه للملاعب قعدنا نعاني فيها قد ايه، واتهامات بالباطل واتهامات والكلام المرسل اللي بيتقال مش عايز نخش فيه برضو، لغايه ما وصلنا لوجهه نظر واحده ايه هي، مين صاحب القرار الامن؟ انت تخوفك من ايه؟ تخوفي ما حدش عايز يتحمل مسؤوليه، احنا بنتحمل معاك مسؤوليه وبنراهن على وعي جماهيرنا وبنراهن على حب جماهيرنا وحب اعضاء للنادي الاهلي خلاص. طيب مطلوب ايه؟ مطلوب هتجيب واحد وهتجيب اثنين، الشركه الافريقيه شركه محترمه، شركه تذكرتي نظام بيع التذاكر رغم ان النادي الاهلي كان عنده نظامه، ولكن التزمت بمؤسسات الدوله ليه؟ عشان انت كنت عايز الجماهير ترجع. النهارده النادي الاهلي عايز الدوري يرجع، النادي الاهلي عايز الحياه ترجع، النادي الاهلي عايز الرياضه ترجع والنشاط الرياضي، النادي الاهلي طبعا شايف بدون رياضه الشباب هتطلع طاقتها فين غير البطوله. طيب عشان نرجع ايه المطلوب؟ منتظرين قرارات وزاره الصحه والتعليمات، لان كلنا كل مؤسسات الدوله لازم هتسمع كلام مين؟ وزاره الصحه. وزاره الصحه والسيد رئيس دوله رئيس مجلس الوزراء عشان يقولوا الضوابط لعوده النشاط الرياضي او عوده فتح الانديه. بس تعالى بقى اما ترجع الانديه هتيجي تخش ما تلتزمش بالضوابط، تيجي تقول اصل هم اللي سمحوا لنا ننزل، ولا هتتحمل مسؤوليه؟ اذا كنت حضرتك بتقول ان رئيس النادي هو بيقول لك حفيده نزل له، بس انت النهارده فلازم على كل الجماعه لو ما هيستفيد على كل عضو جماعه عموميه وعلى كل الاتحادات وعلى كل الانديه الالتزام بهذه الضوابط، ويا اعضاء جماعه عموميه كلنا بنتحمل مسؤوليه. يعني ايه بنتحمل مسؤوليه؟ في اجراءات ابتدينا احنا نتحرك فيها، الاتفاق مع الهيئه العربيه للتصنيع والنادي الاهلي بيسلك دائما هذا النهج في كافه مشروعاته الكبرى التعامل مع مؤسسات الدوله خلاص، انشاءاتك جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه، الاداره الهيئه الهندسيه، اجهزه سياديه، فاهم ازاي؟ طيب بوابات في عروض كتير جدا الهيئه العربيه للتصنيع ليه؟ لكفاءتها، في نفس الوقت انت واثق ضامن القصه دي، احنا تعاقدنا على بوابات في خلال ايام ان شاء الله هتبقى موجوده، ل بوابات معقمه اللي هو التعقيم، بوابات تعقيم وكشف حراره، بحيث النهارده هتيجي العضو هيجي حضرتك ملتزم بالكمامه بتاعت حضرتك، هتيجي طبعا هتخش النادي كشف الحراره لو عاليه هنقول لك بعد اذن حضرتك لازم تروح، لان انا برضو مش الجهه اللي اقدر اقول تشخيص طبعا، انا هقدر اقول لك لازم تروح، ولكن
زي ما احنا عملنا مع العاملين وعاملين كشف ومتابعه ليهم كل يوم الحمد لله رب العالمين، وبنحاول نساعد في الاطار النظم واللوائح وفي الاطار المقدرتنا اللي الدوله المصريه موفراه، والحمد لله الحمد لله لغايه وقتنا هذا الامور عندنا على ما يرام الحمد لله رب العالمين. ولو في اي حاجه هنخطر بيها لان هذه الشفافيه انا مؤسسه هو ده اللي مطلوب دايما من مؤسسه النادي الاهلي. اخيرا وانا قدامي دقيقه او يمكن دقيقتين، الانشاءات في النادي الاهلي في الثلاث افرع انا عارف ان في شغل كبير جدا جدا بيتعمل. هناك اكبر طفره دون تحيز يعني في تاريخ النادي الاهلي انشائي، ماليش دعوه بالصيانه ماليش دعوه بالتشطيب الحاجات، هناك اكبر طفره انشائيه، انت داخل في اكثر من 20 مشروع انشائي كبار. خلاص تعال نروح مدينه نصر، طبعا هي اخذت الجانب الاكبر، عندك اكبر منطقه فوت كورت النهارده موجوده على مستوى الشرق الاوسط، منطقه ترفيهيه في مدينه نصر حمام الامواج والقصه دي كلها، النهارده انت بتعمل الاسكواش، النهارده انت بتعمل جراج وبتاخد خطوات عشان تعمل الجراج. الشيخ زايد النهارده برضو، عشان الشيخ زايد النهارده برضو لازم ياخد نصيبه، فانت النهارده بتسعى انهيت او بتنهي مبنى البنوك وبتبحث النهارده ازاي يبقى في شهر العقاري موجود. النهارده عندك صاله سكواش، مبنى سكواش كامل بثمان ملاعب، عندك مبنى صاله كاراتيه، عندك صاله جمباز موجوده، بتبني المبنى الاجتماعي، هو ده اللي انت بتتحرك فيه. الجزيره طبعا احنا عملنا صاله جمباز طورناها بالكامل، الارضيه بتاعه الامير عبد الله الفيصل، التكليف في صاله الشهداء بالكامل غيرناه، صاله الكاراتيه وده كان وعد رئيس النادي لاعضاء الجمعيه العموميه وعائله النادي الاهلي في الكاراتيه، فانت اكبر طفره انشاءات موجوده في تاريخ النادي الاهلي. تمام، يعني نتمنى يا رب ان الامور تستمر يا رب. ان شاء الله الكورونا يعدي والنشاط الرياضي يرجع مره اخرى وانا بشكر حضرتك طبعا على وجودك معانا النهارده، ومن خلفك هذا الدولاب الرائع الحقيقه لكل بطولات النادي الاهلي. انا بشكرك يا فندم على وجودك معانا، مثال محترم لمدير تنفيذي محترم. شكرا يا كابتن اسلام، وفي نهايه بس الحديث انا برضو عايز اقول حاجه ثانيه. فضل. يا جماعه عموميه النادي الاهلي، يا جماهير النادي الاهلي، ضبط النفس، اطمنوا عندكم مجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب بيدافع عن حقوق النادي الاهلي طبقا للقوانين وطبقا للخطوط الشرعيه.